défendra les lieux saints musulmans avec autant de zèle. Peut-être pour réfléchir à, je dirais, à l'avenir de l'histoire du quartier maghrébin. Parce que cette histoire, je pense, est en construction. هو كتاب مدهش لأنه يعيد إحياء يبعث حياة كاملة يبعثها من الموت. فكانت حارة المغاربة ممر اليومي وكانت ملعبي وجزء أساسي من طفولتي داخل حارة المغاربة وحولها. الندوة حول حي المغاربة بالقدس بمشاركة مؤرخين مهمين، مؤرخ فرنسي اشتغل عن القدس خلال 20 سنة واستطاع أن يستعيد من الوثائق والكتابات والقرارات الإدارية وغيرها، استطاع أن يستعيد تفاصيل الحي المغاربة الذي هدم عن آخره مباشرة بعد حرب 67. ومؤرخ الثاني هو مؤرخ فلسطيني، هو الأستاذ نظمي الجعبي، وهو من مواليد القدس وتخرج من جامعة بيرزيت في القدس ومن جامعة ألمانية أيضا، ونظر حياته كلها للقدس، كان مناضلا للحفاظ على تراثها وعلى معمارها، وكتب عددا كثيرا من الأبحاث حول المدينة، وشارك في المفاوضات السلام بأصله وخصيصا في الملف المتعلق بالقدس، وألف مؤخرا كتابا رائعا هو الذي قدمناه في هذه الجلسة، وهو كتاب عن حارة اليهود وحارة المغاربة. وفيه لا يكتفي فقط باستعادة الأحياء التي هدمت من قبل الإسرائيليين، ولكن يحاول أن يفهم ما وراء هذه الاستراتيجية الهدم التي اتبعتها إسرائيل. وكما استمعتم إليه فقد ركز على كون هذه السياسة الإسرائيلية هي سياسة لفصل الإنسان عن المكان وعن المكان الذي يناضل من أجل استعادته. On a présenté aujourd'hui l'histoire du quartier maghrébin de Jérusalem qui est une histoire très très peu connue et qui est pourtant une histoire extraordinaire. Pendant 800 ans, depuis Saladin jusqu'à la guerre des Six Jours, un quartier maghrébin existait en plein centre de la vieille ville de Jérusalem et il accueillait les pèlerins du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Et cette histoire était très très peu connue. Et aujourd'hui, deux livres permettent d'en parler. Un livre de Nazmi Al-Joubé, publié en arabe à l'Institut d'études palestiniennes. Et puis le livre que j'ai publié l'année dernière, Au pied du mur, qui est publié aujourd'hui en français, Vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, qui va être publié en anglais aussi dans 2 mois aux presses de l'université de Stanford, et bientôt en arabe et en hébreu également. Et aujourd'hui, cette conférence, organisée par la Fondation Bouabid, a permis de communiquer auprès du grand public marocain et du public de Rabat l'histoire de ce quartier maghrébin de Jérusalem et l'actualité aussi de ce quartier, parce qu'aujourd'hui, des fouilles archéologiques ont lieu dans les sous-sols et sont en train de découvrir en fait des vestiges archéologiques très importants. Et donc l'enjeu très actuel aujourd'hui, c'est de préserver ces vestiges archéologiques. أعتقد أن هذه الندوة بدعوة من مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله هي مبادرة جيدة جدا، لأن هنالك دراسات تاريخية مهمة جدا تصدر اليوم عن بالذات حي المغاربة في القدس الشريف. كان هنالك لمدة 8 عقود، يعني 800 سنة، حي كامل سمي حي المغاربة لأن كان فيه سكان وحجاج وقاطنين من الجزائر والمغرب وتونس، ولكن العدد الأكبر كان من المغرب، لأن كان دائما في تاريخ فلسطين مكان خاص للمملكة المغربية. وأنت تعلم أن رحمه الله محمد الخامس زار القدس الشريف وربما زار حي المغاربة. المؤسف والمحزن أن اليوم لم يبقى بيت واحد من حي المغاربة، لأن القوات الإسرائيلية بعد الاحتلال عام 67 وفي ليلة واحدة دمروا
بالماكينات بالبولدوزر دمروا كل حي المغاربة بحجة أنه كان قديم وكان يهدد السكان، وهذا كلام فاضي مثل ما بنقول بالمشرق. الحقيقة أن كانوا يودون أن يفتحوا المجال للإتيان بآلاف الحجاج اليهود ليصلوا أمام حائط المبكى، وهذا الحي هو لاصق بحائط المبقى، وحائط المبقى نحن نعتبره حائط البراق. وحتى اليوم هذه الساحة الكبيرة الكل يراها في التلفزيون في المناسبات الرسمية، والكل يعتقد أنها دائما كانت ساحة فارغة مثل جامع الفنا. لا، هذه كانت حي المغاربة الذي كان فيها 135 عائلة وأكثر من 1000 ساكن، ودمرت في ليلة واحدة لأن الإسرائيليين يودون تهويد القدس، وتحججوا بموضوع السكن الغير لائق بالسكان. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.